اهلا بيكم، معاكم احمد عمرو aquatips.com. الفيديو طلب مننا كتير جدا. انا عارف ان هو مش هيكون مهم للناس كلها، بس هو بصراحه بيتكرر كتير. هو موضوع الفلات فود او القدم المسطح. هنتكلم ازاي الموضوع ده ممكن يؤذيك في التمرين، وهنتكلم ايه هي احسن الانواع العلاج او احسن طرق العلاج الموضوع دوت، ازاي انا احد من الضرر دوت واعالج الموضوع ده بقدر المستطاع، ومع العلم ان الطرق ديت ممكن يعني تناسب حد بنسبة 100% يتخلص من المشكلة تماما، حد تاني هيبقى يعني نص نص هتناسبه بس مش هتقضي له المشكلة تماما، وممكن حد تالت الموضوع ما يشتغلش معاه خالص. فخلي الموضوع ده في دماغك قبل ما تتفرج على الفيديو. طبعا كالعادة قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش سبسكرايب وتشغل جرس التنبيهات وتعمل لنا فول على الانستجرام، انستجرام القناة aquatips، انستجرام الشخصي احمد عمرو 87، فيسبوك القناة سلاش aquatips. طيب، اول مشكلة في موضوع الفلات فود هو الامتصاص الضعيف للصدمات. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا لما بنط او بجري او اي حاجة رجلي هتسيب الارض فيها وبعد كده هترجع تاني، اي اكشن زي دوت غير طبعا المشي، فالمفروض ان انا بقابل الارض بمشط رجلي الاول. لو انا بعمل نط حبل او لو انا بجري او اي حاجة من دي، فالاحسن عشان احافظ على ركبتي واحافظ على ظهري ان انا بقابل الارض بمشط رجلي، او يعني مش طبعا مش اخر صوابع رجلي خالص، بس يعني ايه اللي هي بيسموها الفيت بولز، او اللي هو الحته ديت يعني بس في القدم، فاديت اللي انا بقابل الارض بيها الاول قبل كعب رجلي. لو انا عندي قدم مسطح فالموضوع دوت هيكون مش موجود، مش هيبقى عندي الاوبشن دوت، فهضطر ان انا اقابل الارض برجلي كلها، فالصدمه ديت هتكون قويه او هتكون مضره بالنسبه للركبه وهتكون مضره بالنسبه للظهر. فالناس دي انا بنصحها ان هو بدل ما يعمل كارديو في نط حبل او كارديو في جري، ان هو ممكن يعمل مثلا سباحه او يعمل عجل او سايكلينج، بحيث ان هو يبقى حاجه ما فيهاش امباكت او ما فيهاش صدمه على المفاصل. المشكله الثانيه في التمرين للناس اللي عندها فلات فوت هو موضوع الركبه اللي بتخش جوه اثناء السكوات، اللي اسمها ني كيف ان، ان الركب الاثنين وانا بطلع من السكوات بتاعي بيبتدوا ان هم يخشوا جوه بالمنظر دوت. ده طبعا بيبقى مؤذي جدا للغضاريف بتاعه الركبه، والمفروض ان الركبه بتاعتي تبقى على نفس الخط مع مشط الرجل. يعني انا لو مشط رجلي يبقى طالع شويه لبره، وده الوضع اللي انا بفضله في السكوات، المفروض ان الركبه تبقى على نفس الخط بتاع مشط الرجل. بس طبعا لو حد عنده القدم مسطح فمش هيعرف ان هو يعمل الالاينمنت ده، او مش هيعرف ان هو يخلي ركبه على نفس الخط بتاع مشط الرجل، الموضوع بالنسبه له هيكون اصعب شويه. دوت بقى هيوصلنا للمشكله اللي بعديها، هو الديس انجيجمنت او عدم تشغيل العضله ديت اللي هي اسمها جلوتس ميدياليس، اللي هي العضله الخلفيه من الرجل، اللي هي دي ملهاش ترجمه حرفيه بالعربي. وفكك من موضوع الترجمه الحرفيه ده عشان مش هتلاقي اصلا الكلمه دي، مش انجليزي اصلا الكلمه دي، لاتيني. واي حاجه اي حد درس تشريح او اناتومي، سواء طب سواء مدرب سواء اي حاجه من ديت، بتدرس باللاتيني، سواء انت بتدرسه بالالماني بالعربي بالانجليزي، ففكك من موضوع الترجمه الحرفيه دوت، مش هيشتغل في كل حاجه يعني. فبناء على كده ان الجلوتس ميدياليس او العضله الخلفيه من الرجل اللي هي ديت مش هتقوم بدورها اثناء السكوات، دي مهمه جدا وانت بتعمل سكوات، دي مهمه جدا وانت بتعمل تقريبا اي تمرين رجل، سكوات او ديد ليفت، او حتى بتعمل تمرين فيه باور زي الجامب او القفز او السبرنت، او دي شغاله معاك في كل حاجه. لو هي مش قايمه بدورها كويس فطبعا الباور بتاع رجلك هيكون اقل، رجليك وظهرك او ركبتك وظهرك هيكونوا برضو عرضه اكتر للاصابات. فالعضله ديت انت لازم تمرنها بانتظام ولازم تهتم بيها علشان تتفادى الاصابات ديت وتتفادى ان اداء رجلك يكون اضعف. طيب دلوقتي بقى هنبدا ان احنا نخش في التمرينات، ايه احسن تمرينات احنا ممكن نعملها علشان نحل المشكله دي. هنغير زاويه الكاميرا عشان تبقى رجليا باينه، يبقى ده رجلي باين. فقبل ما اعمل اي تمرين للفلات فوت استعمل كره تنس او الكره بتاعه المساج، بتكون احسن كمان من كره التنس، الكره انشف من دي، معموله للغرض ده اللي هو يعمل مساج للعضلات الصغيره اللي هي في قدم الرجل.
فبكل بساطة انت هتحط الكرة ديت على الارض وهتبدأ ان انت تعمل زي ضغط على قدم الرجل بالمنظر دوت. اعمل مساج لكل قدم رجلك عادي، اعمل الموضوع دوت مثلا لمدة دقيقة على كل رجل، دقيقتين يعني قشطة براحتك، مش مستاهلة خالص ان انت تبقى حاطط لها وقت معين يعني. بس مجرد ما بتخلص دي هتحس فعلا ان العضلات دي فكت اكتر، هتحس ان العضلات دي الموبيليتي بتاعها بقى احسن، وعارف ان انت تتحكم فيها اكتر. التمرين بقى الاولاني هيكون ان انت تمسك الارض بصباع رجلك الكبير بالظبط كده. انا مش عارف اقول يعني ده احسن وصف ممكن توصف له، اللي هو انا بالمنظر دوت هبدأ ان انا كأني عايز امسك الارض، هشغل انا كعب رجلي على الارض، الحتة ديت على الارض، هبدأ ان انا ايه، تخيل ان انت عايز تجيب الارض، عايز تتني الارض ديت من تحتيك بالمنظر ده. الاحسن كمان انت تعملها من غير شراب عشان ما يتزحلقش، علشان يبقى فيه تنشن اكتر، فتحس ان العضلات ديت بتشد، اللي هي العضلات بتاعت قدم الرجل. ممكن تعمل الموضوع دوت وتشد العضلات ديت لمدة مثلا 30 ثانية او لمدة نص دقيقة، او ممكن ان انت تعمل الموضوع دوت 10 مرات، كل مرة بتشد العضلات دي لمدة 3 ثواني وتسيب، 3 ثواني واسيب، 3 ثواني واسيب بالمنظر دوت. التمرين اللي بعده برضو علشان اقوي العضلة ديت اللي هي جنب القصبة بتاعت الرجل، يعني لو قصبة الرجل هنا فديت العضلة بيبقى اسمها تيبياليس، برضو ما تقوليش اسمها ايه بالعربي عشان ما لهاش اسم، تمام؟ فهي العضلة اللي جنب قصبة الرجل ديت. ففي جهاز في الجيم للعضلة ديت، بس يعني الموضوع مش مستاهل، انا عايز اقول حاجات تبقى متوفرة للناس كلها اللي بتتفرج علينا. ان انت هتعمل فليكس لقدم رجلك، لو انا بالجنب كده قدم رجلي هشده عليا بالمنظر دوت، واعمل الموضوع دوت في كل الزوايا، يعني سواء الزاوية دي، سواء الزاوية اللي في النص، سواء الزاوية اللي هي على العكس، وارجع تاني، خاصة الزوايا اللي هي في الجنب، اللي سواء ديت او سواء الناحية التانية، دولت هيكونوا اهم بكتير، دولت اهم مما تتخيل، علشان يحافظولك على الاستابيليتي بتاعت قدم رجلك، بحيث ان هو يقلل الضرر بتاع الفلات فوت اثناء التمرين بتاعك. وعند ناس كتير او في حالات كتير ده بيعالج اصلا القدم المسطح، لان الحتة ديت لما بتقوى فممكن تشد العضلات اللي هي بتاعت قدم الرجل ان هي تسحبها على فوق، فبحس ان الرجل تكون واخدة الشكل الطبيعي اللي هو ده، اللي هو بيبقى عامل زي شكل القوس شوية. فعضلة اللي هي جنب قصبة الرجل ديت دي ممكن تسحب الموضوع دوت لفوق شوية، بحيث ان الرجل ترجع تاخد الشكل الطبيعي بتاعها من تاني. تمرين تاني برضو ممكن تعمله هو بالكرة تبقى في النص بالمنظر دوت، وكأنك بتعمل سمانة وكأنك بتعمل كالف ريزز بالمنظر ده. دوت برضو هيشغل لك عضلات كتيرة جدا في قدم رجلك، فبالتالي الحاجات ديت هتحافظ على الاستابيليتي وعلى الاتزان بتاعك، فدي اهم مما تتخيل لو انت عندك قدم مسطح. التمرين اللي بعده هضطر اقف عشان اوريه لكم، هو برضو هيبقى مستهدف العضلة بتاعت اللي هي جنب قصبة الرجل، وفي نفس الوقت بعض العضلات اللي هي موجودة في قدم الرجل. ان انت هتقف على رجل واحدة وهتبتدي ان انت تعمل تويست يمين وشمال. طبعا ممكن الاتزان يبقى صعب شوية في الاول، بس بعد كده بتاخد على الموضوع. مش غلط خالص لو انت بتعمل التمرين وانت في حيطة جنبك او ترابيزة او اي حاجة تعرف ان انت تسند عليها لو احتجت ان انت تعيد الاتزان بتاعك. التمرين اللي بعده بقى عشان الجلوتس ميدياليس، او اللي هي العضلات الخلفية من الرجل، اللي هو الجزء دوت من العضلات، وده هيتعمل بالباند. طبعا هي ليها تمارينات كثيرة جدا، بس انا عايز اقول على تمرين لو اي حد ممكن يعمله من غير اجهزة، من غير ما يروح جيم، من غير اي حاجة، وينفذه اي وقت في اليوم. فهتجيب ريزيستنس باند، يستحسن ان هو يكون الصغير، يعني بلاش تجيب دوت، او لو هتجيب زي ده فانت هتضطر ان انت تصغر حجمه شوية.
طبعا مش غلط خالص لو انت هتضايقه اكتر من كده هيبقى احسن. فانت هتضايق البنت وهتبتدي ان انت تعمل الحركة ديت اللي اسمها abduction، ان انا بوسع رجليا وبرجع تاني، بوسع رجليا عكس المقاومة بتاعت البنت وبرجع تاني. وانا بعمل التمرين دوت الشد كله بيكون في الجلوتس ميدياليس اللي هي العضلات ديت اللي هي في المؤخرة دي، مهمة جدا وانت بتعمل سكوات او انت بتعمل اي حركة من الحركات الاداء الرياضي الجري والنط والحاجات دي كلها تبقى مهمة جدا. فحاول ان انت تعمل التمرين دوت بانتظام عشان تقوي العضلات دي وتعمل لها تحفيز. حاول برضو ان انت ممكن تبقى بتعمل سكوات واقف، وهشتغل سكوات برضو بالطريقة ديت، وممكن تعمل نوع السكوات دوت قبل تمرين السكوات بتاعك. يعني قبل ما اشيل السكوات ممكن اعمل كام عدة او كام مجموعة من التمرين دوت، بحيث ان انا اعمل تحفيز للعضلة ديت اللي هي اللوتس ميدياليس، بحيث ان لما اعمل سكوات بجد ركبتي ما تخشش جوه اللي هي الحاجة اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول. فكده احنا خلصنا التمارين، هنخش دلوقتي في موضوع ايه بقى انسب جزمة او حذاء او شوز انت ممكن تستعمله بالنسبة للمشكلة ديت. بس برضو سؤال كده هيتسأل في التمرين، هعمل كام عدة وهعمل كام مجموعة، والسؤال اللي بتسأل كل مرة. يعني بسط الموضوع على نفسك، انت مش بتعمل بودي بيلدينج، مش بتعمل حاجة يعني، او مش بتعمل بودي بيلدينج، او مش بتمرن عضلات كبيرة، دي عضلات صغيرة انت بس عايز تصحيها، تمام؟ فيعني انت 5 دقايق كل يوم هيكون كفاية ان انت تعمل فيها التمارين ديت كلها، من 5 ل10 دقايق ممكن تعمل فيها كل التمارين اللي انا قلتها في الفيديو، مش محتاج ابدا اكتر من كده. فيعني 10 عدات كل تمرين مش مشكله، اهم حاجه كل تمرين يكون بيتعمل ببطء، ممكن تعمل بوز في اخر كل حركه بحيث ان انت تستفيد اقصى استفاده من التمرين، وبس ما تافورش في الموضوع. يعني لازم اعمل عدات معينه ومجموعات معينه، لا الموضوع ايه ابسط من كده. طيب بالنسبه بقى للجزمه، فالجزمه انا افضل ان انت تروح محل بتاع رياضة تجيب الجزمة من هناك بدل ما تشتريها مثلا اونلاين. يعني لا، لازم تجرب الجزمة الاول. وكمان بمجرد ما ان انت هتجرب الجزمة ديت، اول ما هتلبسها هتحس لو هي مظبوطة، هتحس بفرق وهتحس بتحسن في ساعتها. مش محتاج ابدا ان انت تجري 5 كيلو عشان تحكم الجزمة ديت كويسة ليك ولا لا. بس عموما هي الجزمة ديت بيبقى اسمها ارش سابورت. ارش سابورت، الارش اللي هو لو طلعت رجليا كده في الكاميرا فهو الكوس اللي بيكون موجود في قدم الرجل. لو حد عنده فلات فوت فما بيبقاش عنده القرش ده، بيبقى رجليه كلها فلات على خط واحد. فالجزم دي بتضغط على نص الرجل او منتصف الرجل بحيث ان هي تعمل لك القرش اللي هو المفروض يكون موجود. نوع الجزم ديت او نوع الشوز دوت ممكن يبقى مكلف على بعض الناس، وفي منه برضو نوعين مختلفين. في نوع اللي هو بيبقى ريجد او بيبقى ناشف، يعني الجزمه لما تمسكها وتحاول تتنيها مش هتتني معاك. النوع دوت بيناسب المعظم، يعني معظم او اغلب الحالات بتاعت القدم المسطح بيستريحوا اكتر في نوع الحذاء دوت. النوع التاني من الحذاء اللي هو بيبقى مرن شويه، ده ساعات بينفع ناس تانية، بس المعظم بيحتاج ان هو يستعمل النوع اللي هو بيكون ريجد او بيكون ناشف اكتر. ودي طبعا حاجه انت جربها في المحل واحكم بنفسك. لو قست النوعين دولت ولقيت ان في نوع منهم مريحك، وليكن مثلا اللي هو نوع الناشف، بس لقيت الجزمه سعرها غالي، هات حاجه ارخص شويه ممكن تلاقيها اونلاين اللي هو باسمه ارش سبورت انسولز. انسولز اللي هي الفرش، يعني الفرش بتاع الجزمه اللي هو بيتركب تحت. في منه انواع بتكون معموله للفلات فوت بحيث ان هو برضو يضغط على القدم بنفس الطريقه، بحيث ان هو يعمل الارش اللي هو المفروض يكون موجود بالشكل الطبيعي. وفي منه برضو بيكون نوعين، في نوع بيكون ناشف او بيكون ريجد، وفي نوع تاني بيكون ناعم على حسب بقى الحذاء اللي انت قسته في المحل. فبناء عليه هتجيب الانسول او الفرش اللي هو بيكون النوع ده او النوع التاني. فاتمنى ان الفيديو يكون مفيد. زي ما قلت في الاول، الموضوع دوت ممكن حد يطبق اول تمرين بس ويلاقي نتيجة حلوة جدا، ومش يحتاج يعمل كل الحاجات ديت، ومش يحتاج اصلا ان هو يجيب جزمة او يجيب شوز. في واحد تاني هيضطر ان هو يطبق التمارين كلها، وفي واحد تالت هيضطر ان هو يطبق التمارين كلها وهيضطر ان هو يجيب شوز علشان يلاقي نتيجة، وفي واحد تاني ممكن يطبق كل الحاجات ديت وفي الاخر هيلاقي نتيجة اضعف شوية او مش هيلاقي نتيجة، لان الموضوع بيكون مختلف من شخص للتاني وعلى حسب الدرجة
بتاعت الفلات فوت اللي عندك هي عاملة ازاي. بس انا قلت كل اللي انا اعرفه عشان اساعد اكبر عدد من الناس والفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس بالشكل المطلوب، ونشوفكم في الفيديو اللي بعده.